رجعنا نتواصل من جديد مع كل مشاهدينا في كل مكان، وكما ذكرت أهم الأخبار في الساحة الرياضية لكل عشاق الرياضة في كل مكان. داخل الاستوديو معنا الأستاذ عمر الطيب، محلل رياضي وكاتب صحفي. أهلا بك عمر، صباح الخير عليك. صباح الخير، تحية لك والتحية لكل مشاهدي قناة الشروق. صباح الخير عليك. نعم، وكل سنة وأنت طيب بمناسبة العام الجديد يعني. وأنت طيبة وربنا يحقق الأماني، وإن شاء الله السودان دائما في أمان وكل الأمنيات محققة. وعلى المستوى الرياضي نتمنى أن نشاهد بطولات وإنجازات وكأسات، سواء كان لأنديتنا أو للمنتخبات الوطنية. نعم، نتمنى فعلا المستوى الرياضي يكون مختلف هذا العام يعني في السودان. من أهم الأخبار يمكن اليوم الأوضاع في المريخ بشكل عام، نتكلم عن تسجيلات الأجانب عن التسجيلات المحلية. تفضل. طيب، يمكن صحيح فترة التسجيلات انطلقت، يمكن المريخ قدر انه يعيد قيد كابتنه اللي هو امير كمال بعد شد وجذب. يمكن امير من اللاعبين المؤثرين جدا في تشكيلة المريخ، هو من الحرس القديم في الفريق، لاعب صاحب خبرة كبيرة. انا افتكر انه التجديد له هي خطوة في اطار حفظ العظم الفريق بالنسبة للمريخ. كذلك ايضا شاهدنا يمكن المريخ عاد غيد لعب الوسط التكت، هو برضو من اللاعبين المميزين، يمكن قدم موسم مميز جدا مع المريخ، فبالتالي هو كان يستحق التجديد. يمكن ايضا المريخ استغنى عن خدمات اللاعب التاج ابراهيم اللي هو الظهير الايمن بحكم انه مستواه متراجع في الفترة الاخيرة. ايضا يمكن محمد عبد الرحمن حوله يمكن علامات استفهام بين المريخ بين الهلال بين الاحتراف. يمكن إضافة لثنائي من فريق القوس اللي هو طبنجة، ده كان برضو الهلال داخل معه في مفاوضات اعتبار أنه الهلال هو القدم وهو اللي اكتشفه، ولكن في الأخير نجح المريخ في أنه يسجل اللاعب، بالإضافة إلى صابر أيضا من فريق القوس. يمكن يكون المريخ تسجيلاته على المستوى المحلي ما كانت كثيرة أو ما في عناصر كثيرة بحكم أنه يعني يمكن المريخ يكون فيه وفرة في الخيارات، سواء كان في وسط الملعب سواء كان في الهجوم سواء كان في الدفاع، فبالتالي ما شفنا يعني تسجيلات كثيرة بالنسبة للمريخ في الجانب المحلي. يمكن على المستوى الأجانب يمكن في مهاجم نيجيري الآن يتحدثون عن أنه هو حيصل بحكم إجراء كشف طبي تمهيدا للانتقال للمريخ. انا افتكر انه خط الهجوم بالنسبه للمريخ فعلا يحتاج لاعب بوجود سيفتيري والعناصر الموجوده، فبالتالي محترف ولكن يكون محترف يصنع الفارق، يعني محترف حقيقي يقدر يشكل اضافه حقيقيه للمريخ اللي ممكن نشاهد الموسم الجديد حيستعيد بشكل مميز او بشكل جيد عشان يقدر ينافس افريقيا ويصل لمراحل متقدمة. نعم، يعني نقدر نقول انه إدارة نادي المريخ راضية تماما عن التسجيلات الجديدة وبرضه ردود الشارع العام من جمهور محبي فريق المريخ. والله نوعا ما، يمكن الناس دائما بتتحدث عن الأزمة المالية والإدارية اللي بيعانيها المريخ في الفترة الأخيرة، فبالتالي ما افتكر انه يعني الناس بتعمل حسب اللي عندها، بالتالي يعني دائما الزول بيقولوا يمد رجله قدر لحاف، فبالتالي يعني فقط هو في المواهب في اللاعبين، بس بتحتاج عين فحصة، بتحتاج نظرة فنية، بتحتاج رصد قبل فترة مبكرة. انا افتكر الاضافات اللي حصلت حاليا على مستوى المحليين بالاضافة الى تجديد بعض اللاعبين، انا افتكر انه ده تأكيد على انه المريخ محافظ على شكله العام او على عظم الفريق اللي بدأ به الموسم السابق. ايضا الهلال، يعني الاوضاع في الهلال عموما، التسجيلات الاجانب التسجيلات المحليه، وبعدها نتكلم عن استعداد الهلال للمباراه. نتكلم اول عن التسجيلات. طيب، يمكن يكون تسجيلات الهلال حول علامات استفهام كبيره بين مؤيد ومعارض، يمكن هي فتره قليله يعني الهلال اكثر الانديه المفروض يستفيد من فتره التسجيلات بحكم انه هو بشارك افريقيا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بيحتاج لعناصر، وكلنا الناس بتؤمن إنه الهلال فيه نواقص قبل التسجيلات وعند مشاركته في البطولة الأفريقية. دائما الناس بتتكلم عن مشاكل في الدفاع، عن مشاكل في الهجوم، عن مشاكل في الوسط. أنا أفتكر دي كانت فرصة لإنه الهلال يدعم صفوفه بأفضل شكل، ولكن يمكن
بنشاهد عشوائية أو تخبط في ملف التسجيلات خاصة على مستوى المحترفين الأجانب. الآن الهلال محليا يمكن يكون المجلس بعد شد وجذب قدر يعيد غيد ثلاثة من اللاعبين هم مطلقية الصراحة خمسة، قدر يعيد عبد اللطيف بوي غايد الفريق بالإضافة إلى عمار الدمازين بالإضافة إلى بيشة تم التجديد لهم، تبقى سمو المرغني بالإضافة لولاء الدين موسى. يمكن ولاء الدين بحكم مشاركاته الهلال يعني ما باقي عليه كثيرة وما عايز يعيد غيده. سمو يعني الحاجة اللي كانت مدهشة هو المفارقة لجمهور الهلال أو النقاد أو الفنيين يعني في سمو المرغني. حتى الآن الهلال في حالة شد وجذب مع سمو، لم يتم الوصول لاتفاق نهائي باعتبار أنه اللاعب وقع في الكشوفات، رغم أنه بنرجع وبنقول سمو هو أكثر لاعبي الهلال مشاركة في الموسم السابق. يعني الناس مستغربة في أنه الهلال جدد لعمار الدمازين وبشا اللي هم أغلى مشاركة وتجاهل سموال حتى الان في مساله بتاعت شد وجذب حتى الساعات الحاليه. الاسباب شنو يعني اللي ادت لك؟ الاسباب ماليه بحته، اللاعب عنده مستحقات بطرف النادي قديمه بالاضافه الى التجديد الحالي بيفتكر انه هو عايز القروش كاش، الاداره بتماطل بين شيكات بين مدخرات بين صرف حوافز. لكن انا افتكر انه مجلس الهلال يتعامل مع ملف سموال بشكل من العشوائيه. يعني انا افتكر دائما التجديد في كل الانديه بيتم وفقا للمشاركات. يعني انت عشان تجدد للاعب بتشوف مشاركاته وارقام واحصائيات لاهميته ذاتها، ايوه، قياسا على ذلك انت بتجدد عقد اللاعب. لكن ما ممكن تجيب لاعب من الكنبه هو يقول لعب ثلاث مباريات او اربعه في موسم كامل وانت تجدد له وتديه مبلغ كبير زي ما حصل مع عمار الدمازين او بش الصغير. يعني هم ده ما نقص من امكانياتهم، صحيح عمار يمكن لعب في اخر مباريات للهلال وقدم مستوى مميز، ايضا بش برضو عنده بصمه، لكن سموال من اللاعبين المنتظمين في تشكيله الهلال، يعني صعب انه يغيب. دائما لو في غياب لسموال بيكون يا بسبب الايقاف يا الاصابه، ما عنده غياب خلاف ذلك. الاهم من ذلك يمكن هو لاعب جوكر، يعني دائما بنشاهد متى ما يحتاج له الهلال في الطرف اليمين شارك، في الطرف اليسار، في غلب الدفاع. يمكن الهلال قبل عودة عمار الدمازين يعاني بشكل كبير جدا على مستوى الدفاع، وسموال يعني شارك في الدفاع وقدم مستوى مميز يمكن يكون افضل من خانته اللي بيشارك فيها في الجانب الايمن. انا افتكر انه ملف سموال يجب انه المجلس يسرع فيه بحكم انه مباراة النجم الساحلي على الأبواب. أنا أفتكر أنه يعني المجلس مفروض يحسم الملف بتاع مطلقية الصراحة بحكم أنه الكل بيستهدف التركيز في المرحلة الجاية، خاصة أنه المباراة السبت على الأبواب، بالتالي يعني ما ممكن يكون اللاعبين الأساسيين هم في حالة غياب. يعني شاهدنا قبل التجديد لبوي وعمار يمكن تغيبوا عن أكثر من ثلاث تدريبات، ده كله خصما على التحضير لمباراة النجم. نعم. كذلك ممكن الآن تأجيل ملف السمو والعفو المقاطعة ولا الدين تحديدا برضو، يعني من الناس اللي ولا تم التوقيع معه؟ يمكن سمو يقال فيه اتفاق لكن لسه ما وقع، أما ولا الدين وفقا لمتابعتي أو لأنه غالبا ما الهلال يصرف النظر عن التجديد له بحكم انه مشاركاته متقطعه بحكم انه الفريق ما محتاج له. لكن ملف سموال مهم جدا، يعني زي ما ذكرنا المرحله مرحله اجواء، مرحله انه الناس تركز، فبالتالي التسجيلات من شانها يعني جوطتها تؤثر على اللاعبين زي ما شاهدنا اللي بيحصل حاليا مع سموال او مع الثلاثة جددوا عبد اللطيف وعمار وبشا. يمكن الهلال كان محتاج للتركيز بشكل أكبر عشان يقدر يخش مباراة النجم ويقدر يحقق انتصار. على مستوى المحترفين الأجانب أيضا لا جديد، يمكن ذات السيناريوهات القديمة، لاعب مالي وصل الخرطوم تم إجراء الكشف الطبي طلع مصاب، الآن هو حيغادر. يمكن ملف المحترفين صفر على الشمال حتى الآن، يعني ما في زول بيعلم عنه شيء رغم أنه رئيس النادي أو الإدارة تحدث عن أنه الملف مكتمل وعن أنه في لاعبين حيصلوا خلال ساعات بإمكانهم يضيفوا للهلال، لكن حتى الآن يمكن التسجيلات تمضي والوقت يمضي وما في جديد. المحترف المالي أنا أفتكر أنه يعني ده ما السيناريو أول مرة، يمكن الهلال دائما في الحالة دي، يعني أول أندية السودانية عموما
لاعبين ياتوا للخرطوم، تذاكر صرف، رغم ذلك يكون مصاب او معرض لاي مرض، وبالتالي ما قاعدين نستفيد منه. ده دليل على انه عشوائيتنا وتناولنا مع التسجيلات خاطئ. يعني ما في لجنه فنيه، ما في لجنه تسجيلات، ما في رصد، ما في متابعه. انا افتكر يعني بنتعامل معها بشكل يعني ما اظن بيحصل في كل العالم. ملفات التسجيلات عندها يعني زي الخريف، نحن زي الخريف والحكومه سابقا، يعني الحكومه سابقا كل مره بتتفاجئ بانه الخريف جاء، رغم انه الخريف عنده وقته معين. نحن برضه نفس الفهم يعني في التسجيلات، الرئيس النادي تحديدا بيتفاجئ انه التسجيلات الشهر الفلاني، رغم انه هي معروفه ويعني اي زول عارف انه التسجيلات ومفروض يستعد لها ويكون فيها لجنة فنية وفيها رصد وهكذا، لكن نعم. عشوائيتنا في ملف التسجيلات ما زالت مستمرة سواء كان على هلال أو مريخ. ده اللي بيأثر سلبا عليهم في المباراة. طيب الهلال كيف استعدادات الهلال لمباراة نجم الساحل في البطولة الإفريقية يعني؟ أنا أفتكر قبل ما نتحدث عن استعدادات الهلال نتحدث عن النجم الساحلي. بالأمس خاض مباراة يمكن كلاسيكو في تونس أمام الإفريق التونسي، انتهى بالتعادل. يمكن النجم يعاني بشكل كبير جدا من حيث المستوى، يمكن دي المباراة الثالثة فشل في انه ينتصر. بالتالي انا افتكر انه ما دارين نقول النجم صيد سهل للهلال، لكن انا افتكر هو يعاني والهلال عنده فرص كبيرة في انه ينتصر على النجم الساحلي في تونس. بالعودة لاستعدادات الهلال، يمكن بالامس الهلال اجرى مباراة ودية امام القوة الجوية انتهت 4-0. يمكن اطهر واصل التهديف والعلاقة القوية مع الشباك، سجل هدفين وليد الشعلة. شاهدنا هدف للاعب سوداني يمكن مقيم في السعودية نجم اختبارات. يمكن الاستعدادات تمضي بشكل مميز. الفريق سينتظم في معسكر مغلق خلال ساعات، بحكم انه المباراة مهمة، مباراة مصيرية. انا افتكر فوز الهلال في مباراة السبت لحد كبير يمنح الفريق الضوء الاخضر للعبور للمرحله المقبله. يمكن مباراه النجم الساحلي مباراه مصيريه، مباراه جمهور، مباراه لاعبين، مباراه تحتاج تعامل خاص سواء كان من الجهاز الفني سواء كان من اللاعبين. يعني الهلال بامكانه ينتصر، دائما بنشاهد انه الهلال في ملعبه صعب. انا افتكر الهلال المفروض يستفيد من عامل الجمهور اللي ممكن يكون في مصلحته بشكل كبير، ويستفيد من التراجع الحاصل في فريق النجم الساحلي اللي شاهدناه في مبارياته في الدوري التونسي. نعم، نتمنى له التوفيق يعني في هذه المباراة. عربيا النصر السعودي بطلا للسوبر السعودي. يمكن صحيح هي مباراة كانت مثيرة، انتهت تعادلية، بعد ذاك الفريقين لجوا لضربات الجزاء. يمكن النصر تفوق على التعاون 5-4. انا افتكر نهائي كان مميز، نهائي مليء بالفنيات، مليء حتى شكل التنظيم كان ممتاز، بالإضافة إلى المستوى الراقي جدا للفريقين. أنا أفتكر نهائي مميز، لعبة الحظ لعبت دور كبير جدا في أنه النصر يتوج باللقب. نعم، أخبار الدوري الإسباني؟ يمكن الدوري الإسباني أبرز الأشياء في الدوري الإسباني. بالأمس ريال مدريد بعد سلسلة تعادلات وتعسر في المستويات في المباريات الأخيرة، أكثر من 3 مباريات، نجح بالأمس أنه ينتصر على ختافي 3-0، ويدين الريال في الفوز بالأمس إلى رافائيل اللي سجل هدفين بالإضافة إلى مودريتش. أنا أفتكر أنه الريال الآن في الصدارة بفارق هدف عن برشلونة اللي امبارح أيضا خرج بتعادل أمام إسبانيول. يمكن برشلونة إسبانيول كانت مباراة برضه مهمة ومصيرية، قدر انه برشلونة يتعادل فيها. الان برشلونة مع الريال في الصدارة، ولكن الريال بفارق الاهداف هو المتصدر. بالعودة انه نتحدث عن الريال، انا افتكر انه يعني الريال في اخر 3 مباريات ظهر هجوميا ضعيف، يعني يمكن في 3 مباريات ما كان فيه قوة تهديفية لمهاجمي الريال. يمكن حتى في مباراة الأمس الأهداف كانت من مدافع، والهدف الأول شاهدنا عكسي، والهدف الثالث من لاعب وسط. يمكن الريال هجوميا يعاني، فبالتالي ده أثر سلبا على مستوياته في آخر 3 مباريات لعبها في الدوري. جميل. طيب عمر، احنا انتهينا من 2019، دخلنا عليه انا طبعا هي 2020. انتهينا من 2019 العام، والحمد لله عدى على خير، والان احنا في 2020. خلينا نرجع ثاني للناديين الهلال والمريخ. الناديين في 2019 مروا ببعض الازمات،
على كافة المستويات، المستوى الفني، الإداري، المالي، لاعبين وغيره. طيب هل تعتقد انه هذه الأزمة اللي مر بها الناديين الهلال والمريخ يعني قد تكون سبب في انه يكون في تحول ايجابي، يعني تكون هي بمثابة عظة وعبرة بعض الأخطاء تم تفاديها لاستقبال 2020 بمنظور مختلف للناديين الهلال والمريخ؟ طيب صحيح، يمكن 2019 إداريا يمكن والأخطاء موجودة وبيكسرها سواء كان في الهلال أو في المريخ، سواء كان في كيفية التعامل مع اللاعبين، سواء كان مع المدربين، سواء كان في التعاقدات. أنا أفتكر يعني الأندية القمة تحديدا المفروض في كل موسم تعمل جرد حساب تستفيد من الأخطاء اللي وقعت فيها، ولكن ده في أغلب الأوقات ما قاعد يحصل، لأنه بنشاهد يمكن إداريا نحن نحترف في مشكلة كبيرة جدا في الهلال وفي المريخ، يعني أبرزها يمكن تكون فيما يتعلق بالتسجيلات واختيار اللاعبين والمدربين. يعني المدرب اللي بيجي ما بيصبروا عليه، يمكن المدرب حجمه مع الهلال أو المريخ مدته ما بتتجاوز 3 شهور أو 4 شهور، فبالتالي دائما نحن بنبحث عن انه اي مدرب يجينا لازم يغير، لازم يجيب كاس، لازم يجيب بطوله في فتره بتكون وجيزه. يعني ناس بتكون في 2 أو 3 شهور عايزه المدرب يجيب بطوله وعايزه يجيب كاس، وده صعب جدا. يعني عالميا ما في انجاز او بطوله قاعد تتحقق الا باستقرار فني، يعني متى ما توفر الاستقرار الفني بامكان الفريق يقدر يقدم نتائج ويقدر يصل ويحقق بطوله. انا اتمنى زي ما انت ذكرتي السيناريوهات اللي كانت حاصله في 2019 كلها تتعالج، نشاهد تعامل جديد على مستوى التعاقدات خاصه التسجيلات. ما دارينا الانديه الهلال والمريخ تحديدا كل فتره التسجيلات تتفاجئ بانه التسجيلات جات، يعني زي خبر البيكا بكره التسجيلات الناس تكون لها لجنه 3 4 انفار، فالاختيار عشوائي. يعني انت ممكن تكون موجود في الكونغو يجيك الاختيار زي اللوتر يعني. فما دارين النظره دي تكون موجوده، عايزين نشوف لجنه فنيه، يكون في متابعه، رصد للاعبين قبل فتره كافيه، تسجيلات مميزه، بحكم انه العملاقين بيشاركوا في بطوله افريقيه، دائما الجمهور في حاله ترغب وانتظار لمستويات مميزه للهلال او المريخ. ده حال لسان الجمهور، بيتمنى انه يشوف بطوله في 2020. نتمنى انه الجوانب الاداريه الحاصله في الهلال والمريخ تتعدل، نشاهد اداره مميزه، نشاهد صبر على اللاعبين، نشاهد صبر على الاجهزه الفنيه، اختيار دقيق للاعبين سواء كانوا وطنيين او محليين، حتى سياسه يعني توزيع الفرص في الانديه. يعني انا افتكر انه في لاعبين بيخرجوا بدون ما يشكلوا إضافة أو بدون ما يقدموا رغم أنه يكون ما أخذوا فرص، بالتالي سياسة المداورة مهمة جدا. نحن بإمكاننا نعمل فريقين، فريق يشارك محلي، فريق يشارك أفريقيا، يعني الخيارات موجودة، الكشف مليء بالمواهب سواء كان هلال سواء كان مريخ، في لاعبين مظلومين ما قاعدين يشاركوا وما عندهم ظهور، فبالتالي بنجيب لاعبين بنخزنهم في الكنبه وبيكونوا موجودين، بعد فتره مدتهم بتنتهي او صلاحيتهم بتنتهي، وبنشاهد انه ما بيقدموا في مستوياته. في لاعبين قد يثبتوا حقيتهم مع انديه اخرى، وده يمكن شاهدناه في مجموعه من اللاعبين. يمكن في حاجه اداريه انا برضو كنت دار اشير لها بالذات في شخصيا في نادي الهلال، يمكن ما زالت التعامل مع مطلقيه الصراحه واللاعب المعارين. يعني انا افتكر انه في عشوائيه كبيره جدا الان، يمكن صاحب الثعلب غادر للسعوديه في اعاره، ده يمكن هو غادر مطلق الصراحه او فسق عقده مع الهلال، ولو في اداره اصلا ما بتخليه يفسخ العقد بامكانه انه يجددوا للاعب، بعد ذلك يتم اعارته. وده شفناه يمكن برضه حصل مع شرف الدين شيبوب اللي خسروا الهلال، الان هو اللاعب الاول في سيمبا التنزاني، بامكان الهلال كان يجدد له ثم يعيره زي ما شفنا انه عشان ما يجدد لاعب بالتاكيد اوتوماتيك يعني. لما يجي راجع بيكون هو لاعبك مش يجي حر طليق يعني. انا افتكر دي النظره يمكن الهلال يحتاج يراجعها بشكل يعني سريع. يعني دائما يمكن عنده مجموعه من اللاعبين هم مطلقيه الصراحه، في مجموعه من اللاعبين بيفكروا في الاحتراف، في مجموعه من اللاعبين بيرغبوا في الاعاره، فبالتالي يعني عشان تحفظ حقوقك انت ممكن تجدد للاعب وبالتالي تقوم
تعيره، حتى اذا انت جددت له مثلا لسنوات كثيره ممكن تعيره كل سنه، انت تعير حد ما يكون هو ملك الملعب، تحس بانه هو ممكن يشكل اضافه للفريق او ممكن يضيف لك حاجه، بعد ذلك ممكن انت تثبته في الكشف. نعم. يمكن تكلمنا عن 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 ناديين عملاقيين يعني بيشاركوا في انديات افريقيه وغيرها، لكن سريعا السودان فيه عدد من الانديه، ما هو المطلوب من هذه الانديه للتقدم اكثر بصوره سريعه كده؟ يمكن زي ما ذكرت في عدد من الأندية، يمكن أول حاجة الأندية دي بتفتقد للدعم، لازم يكون في دعم، لازم يكون في وقفة من كل حكومات الولايات مع كافة الأندية. يمكن الآن بنشاهد 4 أندية فقط أو 5 أندية المقدمة هي اللي لها ظهور ولها إمكانيات. يمكن أغلب الأندية بتاع الدوري الممتاز تعاني، سواء كان من حيث الدعم، سواء كان حتى في اوقات الاتحاد كان متكفل بالترحيل وكذا، لكن رغم ذلك هي برضه بتعاني في قصه الترحيل وبتعاني في قصه التمارين وبتعاني في قصه صرف المرتبات. انا افتكر الكوره اصبحت صناعه بتحتاج دعم، بتحتاج وقفه عشان نقدر نقدم انديه مختلفه ونقدم دوري يعني يكون جاذب، يقدر يلفت انتباه الناس، يقدر يعني اعين وكلاء اللاعبين تراقبوا بشده. بالتالي لابد من الدعم، لابد من انه يكون في اهتمام كبير بالانديه. نعم. انا شاكر لك كثير جدا الاستاذ عمر الطيب، محلل رياضي وكاتب صحفي، على هذه المساحه التحليليه لاهم الاخبار الرياضيه اليوم. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، تحيه لكم وتحيه لكل مشاهدي قناه الشعب. نعم. شكرا ايضا للمشاهد الكريم في كل مكان. انتهت اليوم حلقه صباح الشروق، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بحلقه اليوم، نكون قدمنا ما يفيد للمشاهد. حتى جديد الملتقى، تحيه ايضا الفريق العامل وكل من يعملون خلف الكواليس، ونلتقيكم اكيد في حلقات اخرى. تحياتي واقعدوا عافيه في امان الله. مع السلامه.